اليوم هو عيد ميلاد صاحبة السعادة الفنانة الكبيرة القديرة إسعاد يونس، واحدة من الفنانات التي صنعت تاريخ فني استثنائي خلال مشوارها الفني والإعلامي، وقدمت العديد من الأدوار الكوميدية والدرامية المميزة في السينما والتلفزيون. الراجل ده فاكرك أرملة العشماوي اللي بيشنق الناس. يا راجل حرام عليك، ده انا ابويا محمد بيه العشماوي صاحب العزب والأطيان الله يرحمه بقى. يا راجل يا عزيم المنصورية، ده منظر شابة تتجوز العشماوي بتاع المشانيق. ولدت إسعاد يونس في القاهرة، واسمها إسعاد حامد يونس. والدها كان يعمل طيار حربي وهو أحد ضباط ثورة 1952. والدتها كوكب صادق الأورفلي، وهي مصرية قاهرية لها أصول تركية وإيطالية، وهي من أسمتها إسعاد حتى يكون لوالدها نصيب من اسمها، ويسعد ويوفق في رحلته لإنجلترا وقت ولادتها وحتى يعود سالماً. درست إسعاد في معهد الإرشاد السياحي وتخرجت عام 1972. بعد تخرجها عملت لفترة في إحدى الفنادق الشهيرة كمذيعة، ولكن قررت العمل في الإذاعة، وساعدها والدها ونجحت في اختبارات الإذاعة وعملت مذيعة في إذاعة الشرق الأوسط. بالإضافة لعملها كمذيعة عملت أيضاً في الإعداد، وكانت مسؤولة عن الإعداد الموسيقي لبعض البرامج والمسرحيات على الإذاعة. طب ولما نعوز نلون البيت في شم النسيم نعمل إزاي؟ ده بنكلي حياتي، عايزين بيض أحمر نديها مركر كروم، عايزين بيض أزرق نديها توتيا زرق. بدأت مسيرة إسعاد يونس الفنية في السبعينيات، وشاركت في العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات على مدار مشوارها الفني المستمر. بدأت أعمالها السينمائية في فيلم جريمة لم تكتمل مع صلاح ذو الفقار وناهد جبر والمخرج نور الدمرداش، الذي ساهم في اكتشاف العديد من نجوم جيلها. وفي الدراما كان للفنانة إسعاد يونس بصمة استثنائية في مجموعة من الأعمال التلفزيونية، وحققت نجاح كبير في مسلسلات حكاية ميزو، بكيزة وزغلول، دقات الساعة، والسقوط في بئر سبعة، وكانت شخصية عصمت في مسلسل يا رجال العالم اتحدوا من أبرز ما قدمته. السم عصلجة معايا شوي. ليه؟ نوعها إيه الصفقة دي؟ هي زي ما تقولي يعني، اسكتي ما تفكرنيش، شغلانة بايخة من أولها لآخرها. أما على المسرح فليها مجموعة أعمال شهيرة، منها بالو، موعد مع الوزير، جحا يحكم المدينة، الدخول بالملابس الرسمية، ونص أنا نص أنتي. عملت كمذيعة ومعدة برامج في إذاعة الشرق الأوسط، وكانت تمد البرنامج اليومي بالمعزوفات الكلاسيكية، كما كانت مسؤولة عن الإعداد الموسيقي لبعض المسرحيات زي كلام رجالة وطبق سلطة لمحمد عوض. تدربت إسعاد يونس لتكون مقدمة برامج على الهواء، لكنها انخرطت في مجال التمثيل حتى عادت مرة أخرى للتلفزيون من خلال برنامج مساحة حرة في التسعينيات، وهي التجربة التي عادت لتكررها مرة أخرى مع صاحبة السعادة المستمر منذ عام 2014، واستضافت على مدار حلقاته العديد من النجوم وأجيال الزمن الجميل للحديث عن مشوارهم وأعمالهم وذكرياتهم الفنية.